الفنان الجميل محمد الفارس. قصه لا والله العظيم لا 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 والله حبيبي استاذ علي كل الهلا فيك، وكل ما اشوفك افرح. انا بفرح ايجابيه كلش حلوه وانت والله. وانت ما شاء الله عنك فنان مبدع ورائع وخلوق ومتواضع ومحبوب وكل شيء حلو فيك، شخصيتك رائعه. شهاده والله منك حلوه وكبيره بالنسبه لي. حبيبي والله فناننا عيوني. عملت اغاني ضاربه وكسرت الدنيا وعملت وكذا والى اخره. الفتره الاخيره عملت اغنيتين يمكن ما كانوا ما كنت راضي عنهم والله كيف، بس عززتهم بوحده صارت ترند. شو هي؟ خطبنا لعروسه. والله هاي حققت الانتشار اللي حققت الانتشار اللي بدي اياه. يس وهذه خوفتني بالزايد والله، لان لما تكون عندي اغنيه توصل ترند لمده شهر فراح اقعد اتعب اكثر بالتفكير انا ايش راح اسوي وراها. فأتمنى الأغاني توصل بس من غير ما تصير ترند حتى يعني. أي والله لأن مسؤولية كبيرة أستاذ علي، بعد الأشياء اللي طورت بحياتي بعد الدراسة للأغاني وللفيديو كليبات وللجمهور، فشفت أنه الترند مو دائما مرات يكون إيجابي والله، يكون سلبي أحيانا، مرات يكون سلبي لأن أنت ترند 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 وراها تعمل شيء ما يطلع ما يعمل، فنفسيتك تتأذى أستاذ علي والله. يمكن هذا الكلام مو كل المطربين يحكي. على فكرة هذا اللي أنت اللي عم تحكيه هذا 100% 100%. بس المطربين مرات يكابرون يقول لك لا أنا وأنا، بس أنا أحكي صراحة مرات الترند مزعج. هذه من سيئات السوشيال ميديا، مثل ما صارت عندي بحبك يدق بالراس. منزلت حبك يدق بالراس وراها اني حاولت 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 ورا سنتين يلا جتني الاغنيه المشابهه لحبك يدق بالراس، وحده اثنين مشتاق له وعشق تفاصيلك يعني بعدك معذبني. فمرات الترند مشكله استاذ علي. احس باحباط لما الاغنيه بتكون ترند وبعدين بيعمل اغاني ما عم بتحقق، بحس باحباط. وانا قلت لك مو بس احباط، هو مو احباط، هي الحياه كلها تجارب، حتى الفن حتى الأغاني. يعني أتذكر أكو فنان من غير ما أذكر اسمه يقول لي محمد أنت واقف على البحر وصيد سمك، الذب السنارة تبعك صادت ما صادت لازم شو تسوي تحاول مرة ثانية. فنان كبير هذا كان بلجنة ذا فويس معانا بس من غير ذكر اسماء. هذه علقت معك؟ أي علقت. فالحياة كلها تجارب أستاذ علي، إذا اليوم نجحت ممكن باكر تنجح، ممكن شوي يصير عندك اخفاق، ممكن الجمهور ما بيرحم طبعاً. والاعلام ما بيرحم طبعاً. انه وينه اختفى وينه كذا. او انا 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 يعني بكل صراحه انا بعيد عن الاعلام، انا خلاص يعني ما احب السوشيال ميديا ما احب الاعلام، لين مع الاسف شوي الاعلام صار مو حلو شوي. اكو ناس يعني سوري على هالكلمه، يمكن هسه اكو ناس راح تزعل، اكو ناس يعني تستار بالماء العذب. لا اكو ناس شوهت هالمصلحة. مثل ما في فنانين كمان في إعلاميين بكل المجالات. حتى أكون ياك صريح أكو مرات مواقف أشوف هاني بالسوشيال ميديا يعني أستحي مرات أقول أنا فنان والله يا أستاذ علي. يعني أنت تعرف والجمهور يعرف، بس مع الأسف يعني ماكو أحد يحكي يطلع يقول إنه. بس لازم اوضح معلومه واحده على فكره، يعني مو كل الفنانين، عندنا فنانين محترمين ملتزمين. اكيد عم اقول لك، بس على مود لا حد يزعل علي ولا حد ياخذ، بس يعني اكو بعض الفنانين شويه زودوها اكثر من اللازم، لازم يراعون شعور الناس. يعني مو كل الناس اغنياء، مو كل الناس عندها سيارات، مو كل الناس عندها بيوت، مو كل الناس. فيعني لهذا السبب انا احاول ابتعد عن السوشيال ميديا حتى ما اصور اشياء خصوصيه. السوشيال ميديا عم يظلم فنانين على حساب فنانين، عم يطلع فنانين وينزل فنانين اللي هن المفروض يكونوا فوق وهن يكونوا ورا، هن عم بيكونوا قدام وهوليك عم يكونوا ورا. بالنسبه لي ما حد ينظلم، الفنان الحقيقي ما ينظلم. انا صح بعيد عن السوشيال ميديا بس اذا اقول لك ما صدق قول ما شاء الله. انا بالشهر اصعد 20 طياره حفلات بينما أنا بعيد على السوشيال ميديا وما عندي الفنان الحقيقي الناس تحبه وتريده من غير هالشو والتفاصيل وهالأمور. الفنان الحقيقي أكو ناس ذويقة عندنا بالمجتمع هواي
طب هلا انت بس عم تغني عراقي وخليجي، وامتى بدنا نشوفك مثلا باللهجات الثانيه؟ والله ان شاء الله. مصري، لبناني. اتشرف اتشرف. كل البلدان هي بلداني، احبها كل البلدان اللي زرتها لها فضل علي، مثل ما ذكرت لبنان او مصر، فاتشرف. وهذا احلى يوم حياتي اذا غنيت لهجه غير اللهجه العراقيه. شو عم تحضر جديد؟ والله يا استاذ علي، انا كنت بذيك الفتره كنت اسوي اغاني واضم، فصرت اتاذى منها، صارت الستايلات تتغير بين فجاه وفجاه، فصرت اتاذى منها. يعني صرت مثلا ضام مجموعه اغاني يروح وقتها مثل ما نقول احنا بالعراق. فعندي اثنين، عندي واحده تقول طفله، والله طفله، ايش ما وانت تكبرين اصغر يمك 10 سنين فدوى لامك ترى خلفت هيك مره. ما شاء الله كثير حلو. هلا انت طبعا انت مش من كلماتك، شي مره كتبت شي من كلماتك اغنيه او اعطيت فكره لكاتب من كلماتك؟ ممكن مرات، بس اني الحن واكتب يعني. لحنك هاي الاغنيه؟ لحنت والله كثير من الفنانين والفنانات، لحنت للفنان حاتم العراقي اغنيه، لحنت بعد البلقيس اغنيه، اي لحنت بعد المطربين شباب ابراهيم المشرخ وغيره. مرات انطي مطلع صغير تجيني فكره من اكون قاعد هيك صافون يا نفسي، تجيني فكره مرات. نحن اليوم شايفينك بعالم الجمال والاناقه، الازياء بعرض المصممه لانا الدباح والمصمم وليد عطالله. بتحب الجمال، بتحب الامراه، كيف شعورك كمان؟ وصف لنا الازياء اللي شفتها. كل احنا عايشين على الجمال، جمال شيء حلو اكيد. طبعا اول مره انا احضر هيك شيء حلو، ما شاء الله استمتعت. حلوه الثياب والله، انا احب الملابس، احب التصاميم، احب الاشياء اللي تكون بها روح. ودائما اشجع انه اني اصمم شيء حتى المصمم اللي قدامي يعرف شنو الملامح اللي احبها، مو دائما انا اشتري شيء جاهز. والله انت بتعطي الفكره الاغلبيه انه انا انطيه. اي حلو فاشن طبعا. طيب الفنانين بيتعرضوا لاشاعات، بيتعرضوا لخبريات واحيانا مؤذيه هيدي الاشاعات. تعرضت لشيء اشاعه بحياتك انت او بمسيرتك الفنيه اذتك؟ والله لا، الحمد لله واشكر. وانا لهذا السبب ارجع واقول لك انه هذا السبب انه انا بعيد خصوصياتي الي، ما تطلع خصوصياتي. وترى مو كل الفنانين الناس تطلع عليهم دعايات، ترى هم الفنانين بنفسهم يطلعون على نفسهم دعايات. انا اعرف هواي فنانين يقولوا محمد شو رايك اطلع هيك دعايه علي عليه هو، اقول له والله انا ما لي علاقه. طلع اشاعه هلا جديده على الفنان العراقي سيف نبيل، وإشاعة كتير كبيرة يعني ضجت فيها السوشيال ميديا، يعني ما بعرف أنت شو رأيك؟ والله يمكن ما أتصور، يعني سيف شاب عراقي محترم ومؤدب وأكيد فنان، وما أتصور يعني هو يسوي هذا الشيء. بس أحياناً في ناس بتنيشن، أو يمكن فنان ناجح أو عامل يكون في غيرة أو حسد بيحاولوا اي طبعا اكيد الغيره موجوده والحسد موجود، اكيد يشوفونه شاب طموح ودا يسوي اشياء حلوه ووصل لمرحله حلوه فاكيد يغارون منه. بس اكو ناس بيها الخير والبركه هوايه. مين فنان العراقي الاول؟ ما تجامل، ما تقول لي في فنانين وفي فنان العراقي الاول. العراقي الاول كاظم الساهر، ماكو بعده والله. كاظم الساهر وقلت لك انا احكي لك صراحه لو تريد اجاملك. بالعكس انا بحبك وبحب صراحتك. كاظم الساهر ما عنده ثاني والله. كامراه مطربه اصيل هميم، رحمه رياض، شذا حسون. مو احنا المشكله عندنا لا احنا المشكله عندنا على قد الاصبع الوحده الفنانات. بس يعني والله كلهم حلوين والله. اختار لي واحده يعني. اوكي اصيل ورحمه وشذا. بدي تزعل، بدي يزعلوا منك حد. لا في حدا بدي والله ثلاثتهم والله احبهم ثلاثتهم وثلاثتهم محبك بتورط. الله يحفظك. لا 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 ان شاء الله اكيد ما نتورط. اني ما شاء الله شفنا ناس ذواقه وناس عندها يعني صار انفتاح بكل شيء، تعرف الفنان شلون يحكي يعني الحقيقي، الفنان اللي يصنع. والحمد لله وشكراني دائما احاول ما ازعج احد، وحتى اذا اني كنت
صح والقدامي على غلط شوية أقول له أنت صح وعلى رأسي. والله برافو عليك يا محمد والله يكتر من أمثالك. طبعا من مصممتنا الجميلة لانا الدباح. لانا يا مرحبا لانا. تفضلي تفضلي معنا لانا. الله يوفقك إن شاء الله. طبعا أول شغلة تفضلي معنا. أول مرة بيقول لي بيحضر عرض أزياء. بس حلو ما شاء الله حلو والله حلو. أتمنى لك التوفيق وما شاء الله ذوق ذوق والله والله ذوق. يعني حضور فنان محمد فارس بعرض أزيائك وهيك فنان حساس مرهف بحب الإمرأة والجمال وهيك. شرفني طبعا وأكيد بزيد بضيف إشي كثير حلو على العرض. شرفتني أهلا وسهلا فيك. سمعت يا تحب أغنية حبك يدق بالرأس. كانت فيديو لي سويته للديزاين وكانت أغنية حبك يدق بالرأس الله الأغنية. أنا والله لو أعرف أنا والله لو أعرف بالدعوة من زمان والله كان حضرت وغنيت لك أغاني والله بالمستقبل عيوني. الله يسعدك. أنا أتشرف. الله يحفظك. هذه بالنسبة لي الدعوة يعني راح أخليها وسام على صدري. الله يحفظك. شكرا شكرا كيف حبيبي. لا بالعكس بالعكس حبيبي. شكرا شكرا أكيد أكيد ما شاء الله ما شاء الله.